وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي، تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 435 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 85 طن مواد غذائية. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من ثمانية أطنان. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية، تم ضبط قرابة 77 طنًا. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 714 قضية من بينها 158 قضية خبز ناقص الوزن و142 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومه توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط قرابه 15 طن اقماح محليه